في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 505 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 317 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 57 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1239 قطعة سلاح ناري، أبرزها 153 بندقية و112 بندقية آلية و51 مسدسا و923 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و135 خزينة، إضافة ل1394 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 588,127 حكماً قضائياً، من بينهم 2403 حكم جناية، 208,086 حكم حبس، 296,270 حكم غرامة، 81,368 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلاً عصابياً ضموا 58 متهماً، قاموا بارتكاب 85 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 82 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 132 متهماً، كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1547 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 133 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 524 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين أكثر من 65 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 14 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 17,851 قرص مؤثر و 4,270 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 22 مليون جنيه تقريباً. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.